بيبدأ الفيلم بروني وهو واقف في القطر وبيتفاجئ ببنته وهي واقفة قدامه وبتبص على المطر وهي مستمتعة جدا بالمنظر. ولما المطرة بطلت اتضايقت جدا واتكلمت مع السحاب وحاولت تطلب منها تمطر تاني علشان هي بتحب المطر. وكان روني مستغرب من اللي بيحصل وبيضحك على البنت واللي بتعمله. وأول ما شافته البنت دي استغربت إنه كان واقف وراها وسألته لو كان عاوز منها حاجة، لكن روني عرفها إنه كان مستنيها تخلص كلام مع السحاب علشان يتكلم معاه هو كمان على أمل إن الدنيا تمطر. وضحك قوي على تصرفاتها واللي كانت بتعمله وقال لها إن هي مجنونة. وساعتها القطر وقف فجأة والاتنين حضنوا بعض بالغلط وبصوا لبعض وهم معجبين ببعض. وساعتها البنت سابته ورجعت مكانها في القطر. وهنا بنعرف ان البنت دي اسمها سيا وانها كانت في القطر مع امها وابوها. وفي الاستراحة اللي بين المحطات بينزل روني من القطر وبيشوف سيا مرة تانية وهي قاعدة في القطر وبيفضل باصص عليها وهو مبهور بجمالها. ولما بتشوفه سيا وهو باصص عليها بتنزل من القطر وبتقول له هو انت فاكر لما تفضل باصص عليا انا كده هبقى معجبة بيك؟ لكن روني عرفها انه لسه في البداية وان اكيد الاعجاب اللي بينهم مش هيخلص على كده. وساعتها ضحكت سيا من كلامه وسابته ولسه كانت هتمشي لكن اتفاجئت بالمطرة وهي بتمطر. وهنا بيشوفها شاب تاني في القطر وبيعجب بيها جدا وبتدخل سيا القطر عشان كان هيتحرك وبيروح وراها روني. لكن بتعرفه ان ابوها لسه ما دخلش القطر وانها عاوزة تطمن عليه وبيقول لها روني انه هينزل ويشوف ابوها علشان يدخل القطر بسرعة قبل ما يتحرك. وبينزل فعلا من القطر لكن بتكتشف سيا ان ابوها كان في القطر وبتحاول تنادي على روني عشان يركب بسرعة، لكن روني بيقع على الارض وبيحاول يلحق القطر لكن مش بيلحقه. وبيوصل بعدها الشاب اللي كان معاهم في القطر لبيت ابوه واللي تعتبر في نفس الوقت مدرسة للفنون القتالية، وبيرحب المدرب كيلاش بابنه راج وبيروحوا بعدها علشان ياكلوا ويتكلموا مع بعض. وبعدها بيوصل روني هو كمان للمكان اللي كان رايح فيه واللي صادف انه المدرسة بتاعت المدرب كيلاش، وبيدخل المدرسة باستهتار وبيقف قدام المدرب كيلاش وبيديله ورقة وبيعرفه ان هي من ابوه. وهنا بنعرف ان المدرب كيلاش وابو روني كانوا صحاب من زمان، وابو روني كان طالب منه لما يموت يروح لصديقه المقرب كيلاش ويديله الورقة دي ويتدرب عنده في المدرسة بتاعت الفنون القتالية. وبعد ما المدرب قرأ الورقة اللي مكتوب فيها ان روني شاب مستهتر وان ابوه بيطلب من صديقه يعلمه ازاي يبقى انسان كويس وملتزم، بيقف المدرب قدام روني وبيحاول يختبر مهاراته. ورغم ان روني كان واثق من نفسه جدا ساعتها لكن المدرب قدر يوقعه على الارض بكل سهولة وفهمه انه هيتدرب معاه من النهاردة. ومن طقوس المدرسة ان الصحيان بيكون في معاد والنوم كمان بمعاد، وسابه مشي. وبيروح بعدها روني علشان يعرف المكان اللي هو هينام فيه وبيتعرف على رامن والطفل سيفو وبيعرف منهم هو هينام فين، وبيعرف كمان انه هو اللي هيعمل الاكل لكل الناس اللي هناك من النهاردة وهينظف وهيمسح المكان كله، ودي تعتبر من الطقوس الطبيعية لأي متدرب جديد في المدرسة. وبيستغرب روني من كلام وبيفهم ان العيشة معاهم مش هتكون سهلة. وبتكون سيا بعدها ماشية في الشارع وبيكون روني هو كمان في الشارع وشايل الاكل بتاع الفريق علشان يروح المدرسة ويعمل الاكل، وبيعدوا الاتنين قدام بعض لكن محدش منهم بيشوف التاني. وساعتها المطرة بتمطر والناس كلها بتبعد من الطريق علشان المطرة، لكن سيا بتفضل واقفة في الشارع وفرحانة جدا لانها كانت بتحب المطر. وساعتها بيشوفها روني وبيفرح هو كمان انه شافها وبيتكلم معاها، وبتفرح سيا لما بتشوفه وبتعرفه ان هي كانت زعلانه جدا علشان ملحقش القطر بسببها. وكان روني فرحان جدا علشان شافها مره تانية وحاول يعرف منها لو كانت عايشه معاه في نفس المدينه، لكن سيا عرفته انها مش عايشه في نفس المدينه وانهم جايين لفتره علشان يزوروا جدتها. وساعتها روني طلب منها يتقابلوا كل يوم وخصوصا ان المطره بتمطر كل ما يتقابلوا، وكان ربنا هو اللي عاوزهم يشوفوا بعض. وبيشاور لها على البرج اللي قدامهم وبيطلب منها تروح معاه للبرج ويشوف المدينة كلها من فوق، لكن سيا بترفض وبتفهمه انها لسه مش عارفاه ومش هتروح معاه لأي مكان. وهنا روني بيتكلم معاها وهو واثق من نفسه وبيقول لها لو العلاقة دي هتستمر يبقى اكيد هشوفك لما المطرة تمطر تاني. وبيرجع بعدها للمدرسة وبيشوف راج وهو بيتدرب وبيكون مبهور جدا من مهاراته العالية وان مفيش اي حد هناك قدر يتغلب عليه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح روني مع رامن وسيفو المطعم وبيتكلم معاهم عن البنت اللي بيحبها، وبيكون ابو سيا موجود هناك وبيسمعهم وبيدخل معاهم في الكلام، لكن روني ما بيكونش عارف ان ابوها. وبيتكلم معاهم ابو سيا عن الحب وانه اهم حاجه في الحياه وان الانسان من غير حب هيعيش عمره كله لوحده، وبيكون روني مبسوط جدا وهو بيسمع منه الكلام. وتاني يوم بيكون روني في المدرسه وبيعمل الاكل وبيضرب الجرس وبينظف المكان وبيعمل كل الحاجات اللي مطلوبه منه في المدرسة، وما كانش لسه مسموح له يتدرب مع الفريق. وأول ما المطرة مطرت تاني افتكر سيا وفرح جدا
جدًا علشان أخيرًا هيشوفها تاني. وبيكون راش ساعتها وصل لبيتها وقاعد مع أبوها وعرفه إنه جاي دلوقتي علشان يتقدم لبنته ويتجوزها، لكن أبوها عرفه إن أبو راج كان لازم يكون موجود معاه في المناسبة دي وهو اللي يتكلم معاه بنفسه. وساعتها راج عرفه إن أبوه هيكون موجود معاه المرة اللي جاية وعرض عليه فلوس كتير جدًا مقابل الجواز. وأول ما بوسية شاف الفلوس فرح جدًا وقال له اعتبر الموضوع منتهي وأكيد بنتي هتقبل تتجوزك. وبتكون سيا ساعتها موجودة مع روني فوق البرج اللي شافته معاه آخر مرة وبيتكلموا مع بعض، وكان باين إن الإعجاب اللي بينهم اتحول لحب. وبعد كلام كتير مع بعض وقبل ما تمشي سيا قلعت الدبلة اللي في إيديها وعرفته إنها غالية عليها قوي لأنها كانت هدية من أبوها، وطلبت منه ما يقلعهاش من إيده مهما حصل. وبيفرح روني جدا ساعتها وبتسيبه سيا وبترجع لبيتها. وبيرجع روني هو كمان للمدرسة، وأول ما بيدخل وهو سكران بيتفاجئ بالمدرب كلاش وهو واقف قدامه وبيعرفه إن المدرسة مش فندق وإن النوم فيها لازم يكون بميعاد، لكن روني بيستهزأ بكلامه وبيعرفه إنه مش هيتدرب معاه علشان هو من ساعة ما وصل وهو مش بيعمل حاجة غير إنه بيخدم بقية الفريق، ولحد دلوقتي محدش دربه على أي حاجة تخص فنون القتال. وفهم المدرب من طريقة كلامه إنه سكران وضربه في بطنه علشان يفوق من تأثير الخمر، وخده معاه قدام المراية علشان يشوف الحالة اللي هو فيها واتكلم معاه عن الفنون القتالية وعرفه إنه كل حاجة لازم تاخد وقت وإن مفيش حد بيتعلم كل حاجة في يوم وليلة. لكن روني عرفه إن التدريب في المدرسة ما قدملوش أي مساعدة ممكن تخليه يتقدم في حياته. وساعتها المدرب هجم عليه وقدر روني يصد كل ضرباته بكل سهولة وتلقائية، وفهم ساعتها إن الجرس اللي كان بيضربه وكل حاجة كان بيعملها من أول ما وصل كانت جزء من تدريبه، وتأثر جدا من كلام المدرب واعتذر له وقدم له التحية علشان هو فهم غلط وما كانش يعرف إن المدرب كان بيأهله علشان التدريبات اللي جاية. وابتدى المدرب يدربه على الأساسيات وكل ما يتقدم في التدريب يعلمه حاجات أكتر ويعرفه كل الأساليب اللي هو يعرفها. ومع الوقت ابتدى أداء روني يتحسن وبقى بيتمرن بشكل يومي على كل التدريبات مع المدرب لحد ما وصل لمستوى عالي جدا في التدريب وبقى من أحسن الناس في المدرسة. واتكلم مع راش ساعتها بكبرياء وعرفه إن مستواه كويس جدا وقريب قوي هياخده معاه لمدينة بانكوك علشان يشتغل معاه هناك. ووقف روني قدام المدرب وقدم له التحية، وساعتها المدرب والأول مرة حضنه قدام بقية الفريق واعترف بيه كواحد يستحق إنه يقود الفريق من بعده. وبيقابل روني بعدها سيا وبيكون معاه رامن وسيفو وبيعرفها إنه هيجي قريب علشان يتقدم لأهلها ويتجوزها. وساعتها بيتفاجئوا بابوها وهو موجود قدامهم، واستغرب روني إن الرجل اللي هو اتكلم معاه قبل كده طلع أبوها وبيركبها في التوك توك بسرعة قبل ما يشوفها. وبيجي أبوها وبيسلم عليهم وبيقول له ليه ما عرفتنيش على حبيبتك، لكن روني وعده انه هيعرفه عليها قريب. وساعتها ابو سيا شاف الدبلة بتاعت بنته في ايد روني وفهم ان حبيبته تبقى بنته سيا وحاول ياخد منه الدبلة، لكن روني رفض وفهمه انه مستحيل يقلعها علشان هي هدية من حبيبته. وبيروح بعدها ابو سيا وبيتكلم مع راج وبيقول له انه هو عارف ان بنته بتحب واحد تاني وان الشخص ده هو كمان بيحبها، لكن راج كلمه باستهزاء وعرفه انه هيتجوز بنته حتى لو اضطر يقتل حبيبها. وهنا سمعه ابوه واعترض على كلامه وعرفه ان الحب مش العنف وان القتل مش سهل وانه مستحيل يسمح له يظلم حد طول ما هو عايش. وساعتها اتضايق راش جدا وفهم ان ابوه هيقف عقبه في طريقه وقرر يتخلص منه، وقعد بعدها مع ابوه علشان ياكلوا مع بعض ويعتذر له علشان اللي قاله، وقرر ابوه يسامحه ووافق ياكل معاه، لكن اكتشف ان راش كان حاطط سم في الاكل وقعد قدام ابوه بدم بارد وهو بيموت قدامه بسبب السم. وبيكون ساعتها روني موجود مع سيفو وبيتمشوا في المدينة، وبيجي رجالة راج وبيخطفوا الطفل من روني علشان عارفين هو كان متعلق بيه قد ايه، وبيجري وراهم روني بسرعة علشان ينقذ سيفو. ولما بيوصل عندهم بيترجاهم يسيبوا الطفل، لكن محدش منهم بيهتم بكلامه، ولما بيحدفوا الطفل لبعض بتتخبط راسه في العربية وبيفضل يبكي من شدة الألم. وساعتها بيضايق روني جدا وبيقرر ياخد منهم الطفل بالعنف وبيهجموا كلهم عليه وبتقوم معركة شرسة بينهم، لكن بيقدر روني يتغلب عليهم واحد ورا التاني بسبب مهارته العالية في فنون القتال. وبيهربوا بسرعة كلهم من قدامه وبيروح وراهم روني علشان ياخد منهم الطفل، وهنا بيرمي واحد منهم من فوق السور قدامه وبيلحقوا روني وبيقدر ينقذه، وبينزلوا كلهم علشان يضربوه، لكن روني بيضربهم بكل عنف وبيقدر يتغلب عليهم كلهم. وأول ما بيعرف راش باللي حصل بيجي بسرعة وبيدخل في قتال مع روني، وعلشان روني كان تعبان بسبب القتال قدام رجالته فقدر راج يتغلب عليه بكل سهولة. وساعتها روني قاوم التعب وجري بسرعة
بسرعة لحد البنزينة وغرق راج ورجالته بالبنزين وهددهم انه هيحرقهم كلهم. واتكلم مع راج وكان مستغرب هو الطفل عمل لهم ايه علشان يخطفوه، لكن راج فهمه انه بيعمل كل ده علشان هو بيحب سيا وواقف في طريق جوازه منها. وفهم روني اللي بيحصل ودلق البنزين عليه هو كمان وقال له انه هو مستعد يموت علشانها، واتضايق راج جدا من اللي بيعمله واضطر ينسحب من قدامه علشان ما يتحرقوش كلهم. وبعد الجنازة بتاعت المدرب بيقعد روني عند الجنازة وهو حزين، وبيتفاجئ ساعتها بالشرطة وهي جاية تقبض عليه علشان الشغب اللي عمله في المنطقة بسبب خناقته مع رجالة راج. وفي الطريق للقسم بتاع الشرطة بيشوف راج وهو معدي في العربية جنبهم وبيفهم انه هو اللي بلغ عنه، وبيشوف في نفس العربية ابو سيا وبيفهم انه اتدخل في الموضوع وانه مش موافق على جوازه من بنته. وبنشوفه بعدها وهو واقف مع سيا وبيحكي لها على اللي حصل وبيعرفها ان ابوها ليه دخل بالموضوع، لكن سيا بتعترض على كلامه وبتعرفه ان ابوها ملوش علاقه باللي بيحصل، وخصوصا ان هو اللي دفع لك الكفاله علشان تخرج من الاسم. لكن روني فهمها ان ابوها دفع له الكفاله علشان يبان كويس قدامها وعلشان ما تصدقش كلام روني، وعرفها ان الموضوع انتهى بالنسبه له وانه قرر يسافر علشان يكمل تدريباته، وفهمها ان القطر هيتحرك الساعه 6 الصبح ولو قررت تتخلى عن كل حاجه وتعيش معاه فساعتها هتيجي في ميعاد القطر علشان يسافروا مع بعض ويعيشوا مع بعض للأبد. وبتروح سيا بعدها للبيت وبتحكي لأمها وجدتها اللي حصل وبتعرفهم إنها بتحب روني ومستحيل تتخلى عنه، وبيسمعها أبوها وهي بتتكلم معاهم وبيضرب راسه في الحيطة وبيقطع هدومه وبيدخل عليهم على إنه مضروب، وبيعرفها إن روني هو اللي ضربه علشان هو راح له وطلب منه يرجع لسيا لأنها بتحبه، وطلع دبلة زي اللي كانت مع روني وعرفها إنه اداله الدبلة دي وطلب منه يقول لسيا تبعد عنه وما تتكلمش معاه تاني. وتأثرت سيا جدا من كلام أبوها واضطرت تصدقه وقررت انها مش هتروح تقابل روني. وفعلا روني فضل مستنيها في محطة القطر، ولما ما وصلتش فهم انها هتتخلى عنه وقرر يسافر لوحده ويكمل حياته من غيرها. وبيروح بعدها راج علشان يتكلم مع ابوها، لكن بيتفاجئ بابوها وهو بيقوله انها مش موافقة تتجوزه وانه هيرجع له الفلوس اللي خدها منه في اقرب وقت. واتضايق ساعتها راج جدا وضرب ابوها على وشه وخطف سيا وخدها معاه للمدينة اللي عايش فيها. وبيروح بعدها واحد صاحب ابوها لروني وبيتكلم معاه وبيحاول يقنعه ينقذها، وبيقول له ان ابوها كان غلطان لما وقف قدام حبكم. وتأثر روني بكلام الراجل وقرر يسافر بسرعه علشان ينقذ حبيبته، وقدر وهو في الطياره يعرف مكان راج وكل الرجاله اللي شغالين معاه، وكان مصمم انه مش هيرجع من غير حبيبته. وبنشوف راج بعدها وهو موجود مع سيا في البيت اللي هو عايش فيه، وبيعرفها انه هيتجوزها حتى لو كانت مش موافقه. لكن سيا اول ما بتشوف المطره وهي بتمطر فهموا ان روني مش هيسكت على اللي بيحصل وانها متأكدة انه هيجي بنفسه علشان ينقذها. وساعتها استهزأ راج بكلامها وفهمها ان المدينة كلها بتاعته ومحدش هيقدر ينقذها، وحتى لو جه فعلا زي ما بتقول فساعتها هيموت قبل ما يوصل لهم. وفي نفس الوقت ده بيوصل روني للمبنى اللي هم موجودين فيه وبيهجم على رجالة راج اللي قدام المبنى واحد ورا التاني، وبيقدر يتغلب عليهم وبيدخل المبنى وهو متعصب وبيضرب كل اللي بيقف قدامه. وبيشوفوا راج ورجالته من الكاميرات وبيتضايق جدا وبيقرر يقتله قبل ما يوصل لآخر دور، وبيبعت له كل رجالته علشان يقتلوه. وهنا بنعرف ان ده المبنى اللي راج وعصابته موجودين فيه وبيشتغلوا في المبنى في تجارة الهيروين، وعلشان كده موجود فيه ناس كتير ومتدربين على اعلى مستوى، وكل دور كان بيطلع روني كان بيلاقي فيه ناس كتير وبيهجموا عليه من كل مكان، لكن روني كان مستعد لكل اللي بيحصل وقدر يتغلب عليهم كلهم لحد ما وصل للدور القبل الاخير. وهناك قابل الرجل الصيني واللي يعتبر المساعد بتاع راج، ودارت معركة شرسة بينهم، لكن روني كان اقوى منه وقدر يتغلب عليه في النهاية. بيتقابل ساعتها مع سيا بعد ما قدرت تهرب منهم، وبتعرفوا انهم لازم يهربوا بسرعة، لكن روني كان مصمم انه يتغلب على راج علشان محدش يقف في طريقهم. وبيدخلوا فعلا لراج وبيلاقوه قاعد قدامهم باستهزاء، وبيقول لروني انه مش هيخرج من المبنى حي، وتعصب بعدها على روني وضربه وضرب سيا هي كمان. وبيقوم روني من تاني وبيحاول يقاتل قدامه، لكن راج كان اقوى منه وقدر يتغلب عليه لحد ما وقع على الارض. واتكلم مع راج ساعتها وعرفه انه هو قتل ابوه علشان كان هيمنعه يتجوز سيا، فاكيد مش هيسمح له هو يقف في طريقه ويمنعه من حاجه هو عاوزها. واول ما روني عرف ان راج هو اللي قتل المدرب بتاعه اتعصب جدا وقاوم التعب وافتكر كل التدريبات بتاعه المدرب، وقرر يقاتل قدام راج بالطريقه اللي اتعلمها من المدرب، وهجم عليه بكل شجاعه وقدر يكسر له كل الفقرات بتاعه جسمه لحد ما مات.
وبعدها رجع للمدرسة بتاعت المدرب بتاعه وقرر يكمل المسيرة اللي بدأها المدرب ويعيش مع حبيبته سيا ويكملوا بقية حياتهم مع بعض. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.